استجاب لك فتح الايضايز. احنا لما شرحنا الايضايز في التقسيمه لما قلنا عليها في التقسيمه يعني صار اتفق قلنا الايضايز بتعمل كونستيشن للغدد من الاخر الايضايز ايه الميكانيزم والاكشن بتاعها. علم بس كده عندك على كلمتين صح معايا علم على كلمتين كده انواع اليود هتلاقي مكتوب ان لوبوز ايودين شايفين كده دي لوبوز ايودين الميكانيزم شايفين كلمه لوبوز ايودين وجنبها بوتاسيوم ايودايد شايفينه اللي بعد السمش كان سريب منه ايه صلوا على النبي صلوا على النبي. انا بقولك الايضايد قلنا عليها في التقسيمه كده اسمعها قلنا على الايضايد في التقسيمه ان هي في كونستيشن للغدد من الاخر الايضايد هي بتعمل حاجتين بتخلي الفايرويد ما تطلعش الهرمون وبتخلي كمان البيتوتري ما تطلعش الهرمون. فدي حاجه يعني لو دي كده البيتوتري اهو اللي كانت بتطلع تي اس اتش وقلنا تي اس اتش كان بيروح الثايرويد يعمل ايه في حجمه يكبر السايز مش كده. شوف اللي بيحصل بقى وافهم شوف اللي بيحصل وافهم عشان يظبط الكلام. اللي بيحصل ان انت لما بتدي يود بص اللي بيحصل انت لما بتدي يود بتقوم الجلاند واخداه انت لما بتدي يود بتقوم الجلاند واخداه وتعمل فيه هرمون وتعمل فيه هرمون يعني اذا اسمع انت لما بتدي اليود الجلاند بتفتح وبتعمل لك هرمون بالهبل يعني بقى عندك جوه الجلاند بيفور كتير بس الجلاند مش عاجبه تطلعه. طيب قصدي ايه؟ يعني اذا الجلاند فيها مخزون عالي من الهرمون بس مش عارفه تطلعه يبقى كونستيبيشن وكمان بيعمل كونستيبيشن للبيتوتري ان انا اطلعش تي اس اتش وكنا قلنا تي اس اتش هو اللي بيكبر حجم الجلاند. فاكر لما شرحنا الكارباميزول الحصه اللي فاتت وقلت لك الكارباميزول لما بتاخده الست بتقول لك انا كويسه بس رقبتي بتكبر وقلت لك ازاي نمنع حكايه الكوبري دي انك تدي مع الكارباميزول ايودايد اللي بيمنع الفرز تي اس اتش مش كده قلناه معايا. عايزين بس نظبط الكلام قبل ما اشرح اي حاجه قبل ما اشرح اي حاجه دلوقتي فاكرين الدواء اللي اسمه كارباميزول الحصه اللي فاتت ردوا عليا انا قلت الكارباميزول ببداه النهارده الكارباميزول ببداه النهارده يقوم المفعول يبان بعد قد ايه؟ ليه بقى شرط؟ لحد ما المخزون يخلص مش قلنا شهر لحد ما المخزون يخلص انتوا معايا ورا؟ طب لو في دكتور اهبل ادى ايودايد قبل الكارباميزول فاهمني؟ مش انا قلت لك انا بدي كارباميزول مع يود صح؟ بدي كارباميزول مع يود ابدا بمين فيهم؟ لو حد متخلف بدا بيود مش احنا قلنا اليود الجلاند هتاخده وتطلع بيه والمخزون يزيد. طب ما هو لما المخزون يزيد اقوم لما ادي كارباميزول بدل ما يبان بعد شهر يبان بعد شهرين والتحسن يتاخر جدا. فاهمين حاجه؟ انا عايز اقول لك لو هتدي كارباميزول مع يود ابدا بمين؟ كارباميزول لان الكارباميزول بيوقف التصنيع بيوقف التصنيع فلما الجلاند تاخد اليود مش هتعرف تصنع. فاهمين حاجه؟ علم عندك في الميكانيزم او تاني فاهمين قلتها دي؟ الدكاتره اللي يدي كارباميزول الاول لو اديت يود الاول اليود الاول ده هيبطا مفعول الكارباميزول. نفس الكلام مع الفيديو اكتف ايودين فاهمين؟ هو ايه الميكانيزم بتاع الفيديو اكتف ايودين؟ اصحى يا ابني بس يا ايه الميكانيزم بتاع الفيديو اكتف ايودين؟ ان بدي يود عشان الجلاند تاخده مش كده؟ طب ما انا لما ادي يود مشع ويود عادي مش هيتخلقوا مع بعض على مين اللي يخش الجلاند؟ يبقى انت لو مدي يود عادي هيبطا مفعول اليود المشع. فمن اللعبه منجز الكلام اليود في علاج الثايرويد ما يتاخدش الاول وتفر بتدي مع ايه اليود في علاج الثايرويد ما يتاخدش الاول يتاخد بعد الحاجه الثانيه. السؤال ده بيجي في دوم سي هنقول دلوقتي بس مش فاكر. طيب لوكال ايودين اللي مكتوب عندك لوكال ايودين اكتب فوق كده يلا كده افتكر بقى ان الحرف الخمسه خليني يعني ايه؟ يعني ايه الحرف الخمسه؟ يعني مش ده حرف واحد يبقى موجود بتركيز 5% ده كم حرف؟ حرفين يبقى موجود بتركيز 10% اكتب جنبها هم كيس دي مهمه في الكيس. يبقى افتكر لوجو الايودين عباره عن ايه؟ ايودين زائد بوتاسيوم ايودايد. طب
طب تركيز كام؟ ايودين ده 5% محلول 5% يعني، والبوتاسيوم هيضل 10% عشان ما تنساش حاجه الخمسه وحاجه الخمسه خلاص. طيب صلي على النبي كمان، صلي على النبي كمان وركز. هو دي ده اسمه ايه؟ بقول لك اسمه بوتاسيوم ايودايد. بوتاسيوم اهو مش اقوله بيه يعني، اكيد في ميكانيزم بيتكلم هي نعم ازود يعني ميكانيزم مش طب كلمه سينسز، شايفين الميكانيزم مكتوب بينقص السينسز اند ريليز، ده اشطب كلمه سينسز، اشطب كلمه سينسز بينقص الريليز بتاع الثايرويد هرمون والتي اس اتش، ده الميكانيزم الصح. زود جنبها بوتاسيوم ايودايد، زود جنبها الميكانيزم كمان بقى ان البوتاسيوم ايودايد بيبريفنت البريفرال كونفرجن اوف دي 4 لدي 3. بوتاسيوم ايودايد كمان بيمنع الكونفرجن اوف دي 4 لدي 3 لان اوله بي. فاهمين الكلام؟ معايا؟ صلي على النبي. اللي عندكم في منهج الازهر الناس الازهر البوديت كمان، حاجه اسمها البوديت ده يوت برضه. اه البوديت نوع مليون اسمه البوديت. في بيه برضه اهو بيمنع البريفرال كونفرجن، ما تقلقوش عليه. صلي بينا على النبي، ركز يا عم الحاج. يبقى انا بقول لك دلوقتي ده الكلام بتاع ايه؟ ده الكلام بتاع اليود. صلي على النبي بقى، ركز يا حبيبي. احنا كده قلنا خلاص بيشتغل ازاي والكلام من ده. عايز اقول لك ان اليود ده انت بتديه يجيب امساك للجلاند مش كده؟ مشكله اليود ان الجلاند بتعمله توليرانس بسرعه قوي. فاهمين حاجه؟ مشكله اليود ان الجلاند بتعمله توليرانس بسرعه جدا. يعني ابدا النهارده يجيب معايا تاثير 10 ايام ولا اسبوعين بالكتير. صحصح يا عم. بقول لك اليود الجلاند بتستجيب له 10 ايام ولا اسبوعين بالكتير. استجيب له ازاي يعني؟ ان قلنا اليود بيجيب امساك للجلاند ما تطلعش الهرمون بتاعها. اسبوعين بالكتير وترجع الجلاند تطلع. فاهمين حاجه؟ يعني بيحصل له توليرانس سريع. علم تحت في السايد افكت تحت خالص على كلمه اسمها الايلاين سكيل، ودي اهم حاجه في الفيلم. يعني الفيلم بتاع اليود ده دي اهم جمله فيه. ايلاين سكيب فينومينا في السايد افكت بتاعها. ايلاين سكيب فينومينا يعني ايه ايلاين سكيب؟ اهو ده يعني ايه ايلاين سكيب فينومينا؟ يعني ايه؟ قلنا يعني الجلاند بتهرب من تاثير اليود بعد قد ايه؟ اسبوعين. يبقى لو انت بتفهم هتقول لي ايه ده؟ واضح من الكلام ان اليود ده ما ينفعش يتمشى عليك علاج. ما ينفعش يتمشى عليك، يعني ايه يتمشى؟ هو يا ابني اسبوعين واخره كده. هتقول لي يبقى استعمله في حاجه من اثنين، لو انت بتفهم يعني. هتقول لي ما دام بيمنع الريليز والبريفرال كونفرجن ينفع في الطوارئ. يبقى بتاع طوارئ، دي في الطوارئ. وما دام هو بيشتغل 10 ايام ولا اسبوعين، يبقى لو حاله عايز ادخلها عمليات مش حاجه اسمها التحضير. هو انت انا هتدخل الحاله عمليات والجلاند نشيطه وهايبر اكتف؟ انت عارف الجلاند اللي كده النشيطه قوي اللي عماله بتطلع دي، لو فزعت فيها نشط ايه اللي هيحصل؟ كرايزس. كرايزس حلاوه تروح بقى، انت مش بتشيلني، طب خد تروح تتفرج حبه في السيركوليشن والحاله في العمليات. الحالة اللي مش متحضرة حلو اللي الجلاند فيها نشيطة، لو خبطت فيها نشرط هتبخ لك أحلى ثيرويد هرمون في السيركوليشن. الحالة يحصل لها أريزميا وهارد فيلير وهي متخدرة وهتموت. عشان كده أنا ما بدخلش حالة عمليات إلا بعد ما أنيم الجلاند. أنيم الجلاند بإيه؟ بالأدوية دي اللي هي الأنتي ثيرويد دراجز، يعني بديها كتحضير قبل العمليات. فاهمين ولا أنتم؟ طب لما أجي أدي اليود كتحضير أديه قبل العملية قد إيه؟ 10 أيام ولا أسبوعين؟ اصلك لو اديت بدري عن كده على ما يجي معاك العمليه هيكون تاثير اليود راح. فاهمين يا اسطى؟ يبقى السايد ديفكت اكتب جنب السايد ديفكت ستامبت يود، لانها كذا مره. فاكرين ستامبت اليود؟ بتاعت العين والغدد ومش عارف ايه اللي خدناها في الريسبيراتوري وخدناها في الترم الاولاني. ده اللي مش عارف هينقلها من الريسبيراتوري. ستامبت اليود السايد ديفكت بتاع اليود السائل، في ستامبه ثابته. اكتب ستامبت يود زائد. ستامبت يود زائد. حاجتين. علم عندك على الايلاين سكيب. علم على الايدين سكيب، وعلم على الكلمه اللي قلناها من شويه انه بيزود المخزون فيبطئ مفعول الادويه. اللي مكتوبه عندك بيزود الانترا جلاندولار ليفلز من الهرمون. فاهمين؟ يبقى اسطمبه زائد ايه؟ يعمل اسطمبه زائد ايه؟ بيبطئ مفعول الادويه الثانيه، وكمان بيعمل ايدين سكيب. لو انت فهمت الكلام اللي انا قلته ده، يبقى المريض يا دكتور، المريض اللي ما يستجيبش الادويه، اسمعني بقى، المريض اللي ما يستجيبش الادويه ومحتاج اعمل له عمليه، او مريض مالجنت وعايز اعمل له عمليه ومش عايز اديله يود مشع عشان سنها صغير مثلا. طب كده ما قلنا امبارح ما تديش يود مشع في السن الصغير ولا ايه؟ حلو. دي بقى مش لازم احضرها قبل العمليه. انت دورك كبلطجي التحضير، انت بلد بجراحه، الجراحه اللي هيعملها بتاع الجراحه.
انما الجراح هيرجع لك الحاله يقول لك خدرها لي، تاخدها انت عندك اربع ثمان اسابيع ولا شهرين ثلاثه يعني زي ما الحاله، اصل الحاله مش طوارئ يعني، بتقعد تديها ادويه شهرين ثلاثه تهد الجلاند وبعدين ابعتها له يعمل عمليه، صح؟ ايه بقى الادويه اللي فيها قبل العمليات؟ الكومبيمازول، وابدأ قبل العمليه بفتره، اوعى تنسى ان تاثيره بيبان بعد شهر ونص شهرين. يبقى انا بديه قبل العمليه بسبع ثمان اسابيع ولا اكتر، صح ولا غلط؟ هو مش الكومبيمازول تاثيره بيبان بعد شهر ولا اثنين، يبقى ابدأه بدري. طب تاني حاجه الايودايد ابدأه امتى؟ عشر ايام. يبقى الكلام ده صم يبقى البريبريشن ابداه بدري، فانت لو فاهم هتقول على ما مفعوله يبدا، انما الايودايد ابداه قبل العمليه على طول عشان ما يحصلش ايودايد سكيل. كيف الفيلم الاولاني لما شرحنا البيتا بلوكر وبروبرانولول والسايروتوكسيكوزس كان سؤال مهم جدا، هتلاقي مكتوب عندك تحت وبروبرانولول مكتوب عندك لا ده قبل ده قبل اليوم الصفحه اللي قبلها سيئه. شايفين بيتا بلوكر الصفحه اللي قبلها تحت خالص بيتا بلوكر، طبعا دي ما تستجبش من هنا، هيكتب جنبها الذكي والمود بالتفصيل، ده دي كانت اجابتها نص صفحه. لو قلنا ليه بيتا بلوكر واشمعنى البروبرانولول بالذات، واشمعنى البروبرانولول بالذات يعني اشمعنى بقى؟ لو ام اس ايه شاطره وايه كمان؟ بيمنع تفكير كومبليشن، ايه كمان؟ بيعدي ضغط الامبريال، وايه كمان؟ ومالوش اي اس ايه؟ تاني لو ده الفيلم الاولاني قلت لكم سؤال مهم وقعدت اتشقلب عليه يا دكاتره. طب الاول انا هقولها في الدقيقه، اصل انا شرحتها في الفيلم الاولاني، هي مش هتذاكر من هنا، هي هتذاكر من الاوتونومي. صلي على النبي. البيتا بلوكر انا هديه ليه في علاج الثايرويد؟ اكتب جنبه الاول ادجوفانت ثيرابي، اكتب جنبه ده ادجوفانت ثيرابي يا دكاتره. ادجوفانت يعني علاج مساعد، ادجوفانت يعني علاج مساعد، فاهمين حاجه؟ يعني ده مش العلاج. امال ايه العلاج؟ أربوم العلاج يلا كومبيمازول، العلاج كومبيمازول ده علاج مساعد على نظام عندك صداع فهتاخد اسبرين معايا. طب اصل الست مش هتسيبك شهرين تقول لها يا ست انت هتحسني بعد شهرين، تقول لك انا رفرفه والحرقان ده هقعد معاها شهرين، انا عايز اتحسن دلوقتي، فانت لازم تديها حاجه مفعولها ايه؟ سريع، حاجه تشيل لها الاعراض بس مش هتخففها، بس هتشيل الاعراض. قول لي كده يا دكتور هي ايه الاعراض اللي عندها؟ تاكي كارديا عشان بيتا، توتر عشان بيتا، مفيش كلام ده صح. طب ما تديها بيتا بلوكر يقفل في القلب، ويا حبذا لو كان بيعدي الضرب برين بارير عشان يقفل في السي ان اس فالوريه تنبط، ويا حبذا لو كان اوله حرف البي عشان مجرد يمنع البريفرال كونفرجن. شوف لك واحد اوله بي، مفيش اللي عم الناس كومبرانولول الانرال كومبرانولول معايا. يبقى لما يقول لك ليه بيتا بلوكر في علاج الثايرويد هتقول والله اصلا بتقفل بيتا في القلب ومش عارف ايه وبتاع، فبتشيل علامات السمباثيك اوفر ستيميوليشن اللي هي علامات الثايرويد. طب اشمعنى بروبرانولول باي نيم؟ قلت لكم فجأة في الامتحان بين سؤالين، اسمع لي يا ولد انت وهو، فجأة في الجيف ريزون بين سؤالين، هل لو قال لك كده عامة بيتا بلوكر ان تريتمنت اوف سايروتوكسيكوز ارزع له السطرين ثلاثة اللي عندك دول ولا في الاوتوم؟ ده لو قال لك بيتا بلوكر ليه؟ امال لو قال لك باللفظ ده، اسمع اللفظ ده، لو قال لك بروبرانولول، لو قال لك بروبرانولول از بيتا بلوكر اوف بيست تشويس، سامعين الصيغه دي؟ ان شاء الله عليكم ما كتبتش. جه قال لك بروبرانولول از بيتا بلوكر اوف بيست تشويس ان تريتمنت اوف ثايرويد، هو كده مش بيسال بيتا بلوكر ليه؟ هو بيقول لك اشمعنى من نص البيتا بلوكر نقيت بروبرانولول؟ السؤال ده كان بيجي ايامنا بس الراجل دي ما جاش. ليه يقول لك بروبرانولول از بيتا بلوكر اوف بيست تشويس في علاج الايه؟ في علاج الثايرويد. الاول هتقول له البروبرانولول بيتا بلوكر هيعمل زي اخواته، هيعمل العادي يعني هيقفل بيتا ومش عارف ايه ان شاء الله بساط. امال دي كرامته على اخواته؟ كرامته اللي مش عارف يكتب بقى، كرامته واحد اثنين ثلاثه. اول حاجه له ام اس ايه، ام اس ايه يعني ممبرين ستابلايزنج اكشن، اللي خدناه الفيلم الاولاني قلنا معناها انتي ارجزمك، انتي ارجزمك يعني كنترول الارجزم يا زياده، اوعى تنسى الثايرويد بيجي الارجزمي. يبقى له ام اس ايه رقم اثنين، مالوش اي اس ايه، مالوش اي اس ايه. فاكرين اي اس ايه يعني ايه؟ يعني انترنسك بس مايمتك اكتيفيتي، اللي قلنا معناها اجنست انتاجنست اللي مش فاهم. اصل بعض البيتا بلوكر، اسمع شباب، بعض البيتا بلوكر بتشغل ومن تحت لتحت بتعمل انهبيشن، يعني بعض البيتا بلوكر بتعمل الاثنين، بتشغل وبتقفل،
بعض البيتا بلوكر بتشغل بيتا وتقفله، يعني ادونست انتاجونست. هو انت في السيرويد عايز كده؟ انا عايز اقفل البيتا مش كده؟ يعني عايز حاجه ما تعملش كده، عايز حاجه تقفل. البروبرانولول ما هوش من الادويه اللي بتشغل وتقفل، يعني ملوش اي اس ايه. مين رقم ثلاثة؟ مش انت عايز واحد يعدي السي ان اس؟ كان مين اللي بيعدي السي ان اس؟ اللايبوفيليك ولا الهيدروفيليك؟ اللايبوفيليك اللي بيدوب في الدهون يعرف يعدي. طب ما هو البروبرانولول كان كبير عيله الاخت بسنت اللي هي ايه؟ اللايبوفيليك فيكسيشن والله اللايبوفيليك معاه بي تي ام. يبقى البروبرانولول اكتب رقم ثلاثة ان هو لايبوفيليك دراج. لايبوفيليك دراج فكان كروس بلاد برين بارير. لايبوفيليك دراج فكان كروس بلاد برين بارير. سامعيني؟ غنيا عن الذكر ان اوله بي فهيمنع البريفرال. فاهمين قصدي ايه؟ السؤال ده لو جيت كتب فيه خمس ست نقط تقول له اولا هو بيتا بلوكر فبيعمل كيت وكيت اللي مكتوب عندك. ثانيا كرامته لو بلوك كرامته زياده، يعني انه ام اس ايه ملوش اي اس ايه بيعدي بلوك برين بارير فيشيل التوتر. وانا عايز كده. السؤال ده شديد الشرع في الامتحانات بس الاشهر بتاع البيتا بلوكر. وانا لو مكانك السؤال جالك كده جالك كده اكتب الاجابه كده. يعني لو جه قال لك جيب ريزون بيتا بلوكر في الثايرويد، هو انا ايه بيتا بلوكر اللي بديه اصلا؟ على فكره ما بلاش خيار. يعني قصدي لو هتدي بيتا بلوكر هو الاندرال، يعني قصدي هو جاست بيقول لك بيتا بلوكر كانه بيقول لك البرانولول. اكتب قول له اصل بيتا بلوكر بيعمل فيت وكيت وكيت واصل الاندرال بيديه كذا وكذا. انت كده قفلت السؤال. اربع خمس كلمات معايا ولا ايه؟ على فكره لو ما عندكش بروبرانولول اكس كيو ممكن تدي ديلتيازيم. فاكرين ديلتيازيم؟ اللي هو الكاسر الثاني بلوكر اللي كان زي البيتا بلوكر بيعالج الاريزميا. يعني لو ما عندكش اندرال او في مشكله مع الاندرال، ما في ناس كونترا انديكيتد انه ياخد اندرال، بتأدي له ايه؟ ديلتيازيم اكس كيو. انا كنت متعشم اني ما قلتش الكلام ده على انكم عارفين الفيلم الاولاني. طب معايا اخوانا؟ طب اطلع الناس. وقال لك برضه البيتا بلوكر ده بيتاخد قبل العمليات. يبقى كده قبل العمليات انا بدي له ايه؟ سيرجيكال تريتمنت. ارجيناسول بفتره. اي طيب ده حاجه بسيطه. بيتا بلوكر عشان الاريزميا وخلافه وبدي له مهدئ خليهم بطل. دايزيبام ولا حاجه. فاهمين الكلام؟ اخيرا بقى التجميعات يا كابتن. احنا قلنا ليه دلوقتي الايودين وشرحنا الاي طيب. التجميعات يعني ايه التجميعات؟ تجميع ده اللي قدام. طوارئ الهايبر اسمها سايروتوكسيك كرايزس. طوارئ الهايبر اسمها سايروتوكسيك كرايزس. خد لي اسامي الادويه بس وانت خلاص عرفت ايه اللي بيتاخد في السايروتوكسيك كرايزس. ايه اللي اقوله بيه؟ شوف كل حاجه اقولها بيه خدناها يبقى دي حلال. انا عايز اسامي، انا عايز اسامي الميكانيزمات مشروحه ورا، الميكانيزمات مشروحه ورا. يعني انت الاول خالص طبعا يخش مستشفى تمام وياخد فلويدز وكده بيكون شوف. ابدا بقى اديله اول حاجه بوموبايل سايو يوراسيل بوتاسيوم ايودايد بروبرانو لول صح ولا ايه؟ لا لا انت خد كمان الواد بيكون شوكد فيحتاج هيدروكورتيزون. فاكرينه؟ او هيدروكورتيزون ده الوحيد اللي ما اولوش بي وبيمنع البريفرال كونفرجن. اه والله يعني هيدروكورتيزون ده يعني بيستهدف والله بيستهدف يعني. ما انت ما اولكش بي وبتلاقي جابك هنا هنا. المهم يعني الهيدروكورتيزون اللي بيستهدف برضه ده الوحيد اللي بيحاول من غير ما يكون اوله بيه. طبعا لو ده كله ما نفعش بيتعمل له هيموداياليز او بلازما فايزس. يعني عارفين بلازما فايزس يعني ايه؟ انتوا مالكم؟ غسيل بلازما بيقعد كده على جهاز فلتر، فلتر شبه بتاع غسيل كتير كده بس فلتر معين. عندنا في اوراق اي بنك دم محترم تلاقي فيه بلازما فايزس. يقعد على الجهاز البلازما بتطلع، الجهاز بيكون السوفت وير بتاعه متظبط انه يفصل اشياء. يعني يفصل توكسين معين، يفصل كانسر زايد، يفصل ثيروكسين. انا بظبط الكبسات بتاعته براحتي. جهاز بيفصل اشياء. ما انتوا عارفين فريزس يعني فصل، وبلازما يعني بلازما. يبقى بلازما فريزس اللي الحكيمه بتسميها فصل بلازما. تقول لك فصل بلازما يعني متخضف البلازما من القاذورات اللي جواها. معايا؟ ده فلتر معين لعمليه سيمبل قوي، ثلاث اربع ساعات بيطلع كويس. فاهمين الكلام؟ عايز عناوين اسامي اسامي. لا تنسى البروبرانولول هنا عشان مهم. بعد كده امال العكس يا دكتوره اللي عندها ميتسيديما كوما فاكرينها؟ اسامي برضه اسامي. فاكرين يعني ايه ميتسيديما كوما؟ ما عندهاش ثيروكسين خالص. وقلنا الجسم من غير ثيروكسين هيبقى كولابسد هتجيلك كوما. طبعا خش عنايه
طبعا مش محتاج اقول لك ان كل حاجه تتاخد وريد بالضوارب، كل حاجه تتاخد وريد حتى لو فايقه ما تديهاش اورال. انتوا عارفين ليه ولا مش عارفين؟ شغلوا حتى لو فايقه ما تديهاش اورال. ايوه صح، مش هتنص يا جدعان. انا بقول لك مفيش ثيروكسين، يعني كل وظائف الاعضاء تبقى واقفه، يعني هتلاقي الموتيليتي مفيش، القلب مفيش، فلو حتى حاجه اورال والله ما هتنص. الانتستين مش شغاله يا ابويا، اذا كان السيركوليشن شغاله برجل او رجل لا. فاهمين الكلام؟ يعني غنيا عن الزيت محتاج اقول النافذه تتقاوم، ان لازم كله يتاخد هنا اي في، كله يتاخد اي في. وخد بالك برضه انت بتدي محاليل، يعني انت عمال تديها فلويد، خد بالك لا تافور، فتخش منك في هايبر فوليميا وهارت فيلير برضه. ما تافورش في المحاليل، تظبط نفسك. فاهمين؟ وبعد كده اديها بقى اللي ناقصها. بيبقى ناقصها ايه؟ ثيروكسين اديهولها، حتى قلت لك دي الحاله الوحيده اللي ينفع تاخد دي 3 اللي زادهم، ولا دي الحاله الوحيده اللي ينفع تاخد دي 3 اللي هو السام قوي ده، الله يسلمونين، ينفع تاخد معايا ولا ايه؟ ومعظم الحالات ده بيبقى عندهم كمان الكورتيزون ناقص، تاخد كورتيزون لو كان في ديفيشنس يعني. خلاص؟ لا ليه؟ يا دكاتره احنا هنا بندي الهايدروكورتيزون كانتي شوك ميجر، يعني قصدي الحاله دي لو هي جايه لك من على عينها وشوكت، انا هدي هايدروكورتيزون وهدي معاه دي 3 نشط. لو انا هنا عفريتره ولا نيله، ده انا مديك واحد نشيط اصلا. في الحالات الشوك دي يا دكاتره قالت ايه؟ الهايدروكورتيزون كانتي شوك ميجر، وعشان ايه؟ يعوض النقص اللي موجود في الكورتيزون، وهدي معاه دي 3 اللي هو لايوفيرمونين نشط. يعني الكورتيزون مش هيمنع الكونفكشن بتاعه ولا نيله، هو كونفكت الخلقه. معايا؟ فاهمين الكلام؟ عايز اسامي، اسامي بس. خلاص؟ هتسال اكتر في الاورال يعني. ماشي؟ يبقى انا كده قلنا الكلام بتاع الايه؟ الثيرويد. هناخد بقى زبالات الشفر. زبالات الشفر. بقيت الحاجات اللي في الشفر في منها حاجات عليك وحاجات مش عليك وشويه ايه؟ تراكيش كده. يعني مثلا اول حاجه الكالسيوم ميتابوليزم. علمه بس على الاشياء اللي هقول لك. اشياء. صلوا على النبي. يعني اول حاجه هتلاقي مكتوب عندك الباراهرمون، شايفينه؟ يا بتسمع انت وهوكس. طبعا انتوا عارفين الحاجات اللي بتاثر على الكالسيوم، باراهرمون والكالسيتونين وفيتامين دي والحاجات دي. باراهرمون اشطب لي العمود كله وهات لي ثيرابيوتيك دوز بس اللي تحت. يعني اشطب الفيسيولوجي اللي مكتوب ده، هات له فيسيولوجي. بيقول لك يعني ايه باراهرمون وبيطلع منين وبيعمل ايه في الجسم، مش قصتنا. انما هات لي الثيرابيوتيك دوز بتاعه. تحت الصمت، صمت الدواء اللي اسمه تيري باراتايد. تيري باراتايد، شايفينه؟ شايف الصفحة؟ هتلاقي عندك تيري باراتايد. تيري باراتايد. تيري باراتايد ده سنسيتك باراهرمون، باراهرمون صناعي. باراهرمون صناعي بيعمل ايه؟ ده بيسحب شوية كالسيوم من الدم يوديهم العظم. يبقى التيري باراتايد بيعمل ايه؟ بيسحب شوية كالسيوم كده من الدم يوديهم العظم. طب ما هو لما يوديهم العظم يعني كده بيبني العظم، مش كده؟ بيبني العظم. اللي فيكم عارف فيسيولوجي هيقول لي ده كده عكس اكشن الباراهرمون الطبيعي، لان الباراهرمون الطبيعي بيزود الكالسيوم في الدم، بيعمل العكس. الباراهرمون الطبيعي بيعمل العكس، ما هو ده حاجه اسمها باراهرمون انالوج، يعني هو شكله في التركيب الكيميائي انما الاكشن مختلف. تيجي باراتايد ده يكتب فوقه عكس الباراهرمون الطبيعي، عشان لو سالت في الاورال. تيجي باراتايد ده عكس الباراهرمون الطبيعي. الباراهرمون الطبيعي بيعمل العكس، الباراهرمون الطبيعي بيطلع عشان يزود الكالسيوم في الدم، فيقوم مكسر العظم ويطلع الكالسيوم على الدم. انما ده بيسحب في الدم ويودي على العظم عشان يبني العظم، فينفع في الناس اللي عندها اوستيوبروسس وهكذا. خد بالك عشان في الاخر في تجميعه، ايه الادويه اللي قلناها بتعالج الاوستيوبروسس اللي جت التاجيل السنه اللي فاتت؟ متجمعه عندك. معايا ولا ايه؟ طب صلي على النبي. هات التاني، كالسيتونين. كالسيتونين. كالسيتونين، عارفين الحقنه اللي اسمها ميه كالسيك في الصيدليات؟ مش عارفين. حقنه اسمها ميه كالسيك بيدوها كده في الهشاشه وكده. ايه بقى حكايه الكالسيتونين او السلمون كالسيتونين؟ يا اسطى اشطب الفيسيولوجي برضه وهات لي الثيرابيوتيك يوز تحت. اشطب الفيسيولوجي كله وهات لي الثيرابيوتيك يوز. انما عامة من غير ما نشرح، انتوا عارفين الكالسيتونين بيعمل ايه في الدم؟ كالسيوم بيأكل. يعني اكتب جنبه بالعربي، اكتب بقى بالعربي كده. اكتب جنب الكالسيتونين بالعربي بينقص الكالسيوم في الدم.
بالعربي كده بينقص الكالسيوم في الدم. يبقى من غير ما اشرح يلا يا دكتور، لما اقول لك بينقص الكالسيوم في الدم قول لي انت بقى يبقى بيعمل ايه؟ بينقص الكالسيوم في الدم. هو طالع عشان كده هيقوم ساحب الكالسيوم من الدم موديه على فين؟ صح؟ المحصله العظمي يتبني والكالسيوم في الدم. طب يبقى اذا ينفع في علاج الناس اللي عندهم هايبر، وينفع في علاج الناس اللي عندهم مشاكل العظم اوستيوبروزس او باقي الديزيز اوف زابونا تحطوه في الباثولوجي، يبقى العظم متاكل تحطوه في البول. يبقى اذا انا بقول لك ده بيسحب من الدم يا دكتور يودي العظم، وبالتالي حلو لو الكالسيوم في الدم عالي وحلو لو العظم مهري. احفظ بقى الثلاثه انديكيشن دول صح اللي هي اوستيوبروزس وهايبركالسيميا ومش عارف ايه، عشان دلوقتي هيجي ثلاث ادويه اقول لك عليهم الاستعمالات زي الكالسيتونين. احفظ استعمالات الكالسيتونين اللي بيسحب من الدم يودي العظم ده معايا ولا ايه؟ صح. امال فيتامين د فاكرينه؟ طبعا فيتامين د واحد من اديك، فيتامين د واحد من اديك مين اديك؟ فات سولبل فيتامينز. اديك دول فات سولبل فيتامينز اللي هي الحاجات اللي محتاجه بايل عشان تتمص زيها زي الدهون معايا ولا ايه؟ يعني ويمكن انت عارف ان في منه نوعين بتاع النباتات، فيتامين دي 2 وبتاع البني ادمين دي 3 واحد وخمسة وعشرين باي هايدرو كونيكال سيرسول. فاكرين الكلام ده؟ مش عايزك تفتكر اشطر لغايه السيرولوجي. هات الانديكيشنز بتاعتك، الانديكيشنز بتاعتك اكتب جنبه بالعربي، اكتب جنبه بالعربي، اكتب جنبه بالعربي. بيعلي الكالسيوم، ده عاوز يعلي الكالسيوم، بيعلي الكالسيوم ويظبط العظم، بيبيوريت العظم. التأثير بتاعه على العظم مركب لو تفتكروا في البايو. يا جدعان اسمعوا اسمعوني كده، هو الكلام مش عايزك تعرفه بس لنفسك. ايه الفرق بين فيتامين دي والكالسيتونين مثلا؟ كالسيتونين والبارافورمون متخلفين. الكالسيتونين والبارافورمون متخلفين، هما طالعين يلعبوا على الكالسيوم فمالهمش دعوه. يعني مثلا كالسيتونين قلنا بيعمل في العظم، بيسحب الكالسيوم من الدم يحطه في العظم مش كده؟ طب افرض يا سيدي العظم حلو مش عايز كالسيوم، بتديله ليه؟ هو ملوش دعوه، هو مفتوح. على عكس فيتامين دي، فيتامين دي ده بقى المعلم. فيتامين دي قبل ما بيشتغل بيبص، فاهم حاجه؟ فاهم قصدي ايه؟ يعني فيتامين دي نفسه، فيتامين دي ده عنده القدره على انه يكسر العظم ويبنيه. على حسب هو الجسم عايز ايه؟ يعني لو لقى البون ستيتس، لو لقى البون ستيتس وحشه، واحد عنده كساح هيبتس او ست عندها اوستيوماليشيا العظم حالته ايه؟ متنيله والكالسيوم في الدم حلو، يقول لك طب ما المليان يكب على فاضي، يعني يسحب منها يودي هنا، يقوم يظبط لك العظم. طب ولو لقى العظم حالته حلوه الصلاه على النبي يعني ومجزوم كالسيوم، يقوم ياخد منه ويعلي. فاهم حاجه؟ يعني اذا انا ما اقدرش اقول لك ان ده بيكسر العظم او بيبنيه، هو بينظمه. يبقى بيريجوليت البون ماكس، بيريجوليت البون ماكس هو الوحيد اللي الاكشن بتاعه على العظم كومبلكس كده معاك. طب صل على النبي، منجز الكلام، منجز الكلام. يعني هو بيعلي الكالسيوم وفي بعض الاحوال بيصلح العظم مش كده؟ طب بما انه بيعلي الكالسيوم يبقى يتاخد في علاج الهايبو. ده الفرق الوحيد بينه وبين الكالسيتونين، ان الكالسيتونين كان في علاج الهايبر ايه؟ كالسيوم. طب بقيه الاستعمالات عادي بقى، يعني فيتامين دي معلومات عامه يا لما بينقص في الاطفال بيعمل ريكتس، وفي الكبار بيبقى اسمها اوستيو ماليش، يبقى يتاخد في علاج الريكتس ويتاخد في علاج الاوستيو ماليشيا في الكبار والاوستيو بروزس وكده، لانه بيصلح العظم لو العظم وحش. فاهمين الكلام؟ ركز بقى معايا. السؤال الاشهر هنا دراج انتر اكشن، دراج انتر اكشن بتاعت فيتامين ده بالذات اول واحده، بالذات اول واحده اكتب عليها دراج انتر اكشن وجيب ريزون. اول واحده رقم واحد في دراج انتر اكشن اكتب عليها دراج انتر اكشن وجيب ريزون في الامتحان، اللي هي ايه؟ اسمعي يا دكتور، العيال الصغيره اللي عندها صرع الكلى، العيال الصغيره اللي عندها صرع بياخدوا ادويه لعلاج الصرع. يمكن تسمعوا عن الفينايتوين، عن الفينوباربيتول، الحاجات دي اولها فينو، واحنا قلنا الاوله فينو يبقى انزيم قولوا بقى انديوسر، مش الاوله فينو يبقى انزيم انديوسر، يعني بيزود التكسير. فالعيال اللي عندها صرع ده ايه؟ تاخد الادويه ده ايه؟ يقوم الادويه ده هي مزوده تكسير فيتامين دي، تقوم العيال تخف من الصرع ويجي لها كساس. والنبي مش سامعين حاجه، اسمع تاني. العيال دي عندها صرع اصلا، فبتاخد ادويه لعلاج الصرع، ركز يلا. العيال دي عندها صرع، فبتاخد ادويه لعلاج الصرع، زي الفينايتوين او الفينوباربيتول.
ايه مشكلتهم بقى؟ ان اولهم فينو. فينو ده يعني انزايم انديوسر، يعني بيزود تكسير الاشياء بما فيها فيتامين دي. يعني دواء الصرع اللي بيعالج الواد بيزود عنده تكسير فيتامين د، فالولد يخش في ايه؟ في غثاء. فاهم حاجه؟ السؤال ده بيعشقوه في الدراج انتراكشن، بيعشقوه. يقول لك انتراكشن بتوين فينوباربيتون اند فيتامين دي، او يقول لك جيف ريزون ليه العيال الصغيره اللي بتاخد انتي ايبليبتيك لازم اديهم معاه فيتامين د. يقول لك ليه الطفل الصغير اللي بيتعالج من صرع اديله فيتامين د؟ ده قصدي بفكر في الامتحان ايه علاقه فيتامين د بالصرع؟ اهو دي العلاقه. يخرب بيتكم على الصبح مين يالا؟ فاهم اللي بقوله؟ يبقى انا بقول لك دلوقتي ده ليه؟ ده الاكشن المهم. غير كده اصلا فاكرين الدواء اللي كان اسمه كولي؟ كولي كوليستيرامين اللي قلنا اوله كولي، وقلت لكم كولي يعني بايل، يعني بيمسك البايل والكوليسترول. فاكرين؟ فكان بيمنع امتصاص الدهون اند فات سولبل فيتامين. يعني لو واحد بياخد كوليسترامين مع فيتامين د، فيتامين د مش هيتمص، لان فيتامين د واحد من الفات سولبل فيتامين. فاهمين اللعبه دي؟ وبعدين مش بيعالج كانسر؟ فاكرين السيازايد؟ كان ايه فرق السيازايد من اللازكس؟ لازكس بيقلل الكانسر من السيازايد. يبقى لما ادي السيازايد مع الاخ الثاني سوا الكانسر يعلى قوي. الدراج انتراكشن تيجي سؤال، ولو عاوز تحفظ واحده بس فيهم احفظ الاولانيه بتاعت فينوباربيتون مع الفيتامين د. يبقى ايه اللي يتذكر الفيتامين د؟ تمالاته والانتراكشن. لا انا ما قلتش اي دواء صرع، قلت الفينايتوين فينوباربيتون، والفينايتوين لما ناخده في الصرع هقول لك يبقى ريزيرف لحالات الصرع الغير مستجيبه اللي هو يبقى نيوتين. اي حد عنده صرع بيبدا بالتكريتول بالديماكين بجد كلمه حاجه من دي. ما استجابش ما خش على البنتين. هو ده اللي بنتكلم فيه. صلي بينا على النبي. بس مش هيدا الغلط. سامعين ورا؟ طيب هتلاقي بعد كده عندك الحاجات بقى الايه؟ الكورتيزون مثلا. يلا يا دكتور وانا بشرح الكورتيزون قلت بيعمل ايه في العظم؟ بيعمل ايه في العظم؟ مش قلنا بيزود الكالسيوم اكسكريشن؟ طب بما ان الكورتيزون بيبني كالسيوم في البول، يعني يعمل ايه في الكالسيوم في الدم؟ هيتاخد في علاج الهايبر صح ولا غلط؟ صح؟ بيقلل الكالسيوم في الدم او بيعمل له سكريشن، فيتاخد في علاج الهايبر كالسيوم. علم في الكورتيزون على الحاجات اللي بالخط الاسود الثقيل بس. هتلاقي الكتاب عامل لك حاجات بالخط الاسود الثقيل وحاجات رفيعه كده. الاسود الثقيل هيقول لك انه بيزود الكالسيوم اكسكريشن. علم على الكلمات وعلم تدريت هايبر كالسيوم عشان يمسك يواد بس. معايا؟ طب الثاني يا شباب اسمعوا النبي، حته مهمه قوي. اسمع يا اسطى، انتوا عارفين ليه الستات العواجيز بعد ما بيحصل لهم مينوبوز، انتوا عارفين مع المينوبوز الاوفر بيقف خلاص، ليه الستات العواجيز بعد المينوبوز بيحصل لهم كسر عمال على بطال بالذات الفراكشر ميك فيمر؟ لان طول ما هي كانت فينستروجين، الاستروجين اللي بيطلع من الاوفر بيحمل عظم. الاستروجين بيحمل عظم مش اندروجين، مش سكس هرمون. الاستروجين بيحمل عظم. طب المشكله الست بقت مينوبوزل بوست مينوبوزل يعني، طب ما كده خلاص ما دام بقت بوست مينوبوزل الاوفري ما عادش هيطلع استروجين، عضلها هيحصل فيه هشاشه وبالتالي هيحصل لها كسور. قام طالع العلقه من كام في السجنيات لو تفتكروا المصطلح بتاع هارت، طلعوا كده مصطلح اسمه الهارت. قال لك خلاص يا عم احنا نعمل للستات دول اتش ار تي يعني هرمون ريبليسمنت ثيرابي. يعني نعمل ايه؟ مش ما عادش الاوفري بيطلع نديهم احنا. فبدأوا يدوه اقراص استروجين اللي هي اقراص من الحمل. بدأوا يدوه اقراص ايه؟ استروجين. المشكلة الاستروجين بص الرسمة يا ابني، بص الاستروجين على العظم، حلو. الاستروجين حلو على العظم وبيمنع الهشاشة، سامعين ورا؟ انما اعتقد خطه في الباثولوجي ان الاستروجين على البريستو وعلى الاندوميتريوم بيعمل كانسر. الكانسر البريستو الحاجات دي بتتغذى على الاستروجين. حتى احنا في العلاج بتاعها وبندي ادويه تمنع الاستروجين، فاهمين حاجه؟ فقامت الستات العواجيز اللي خدوا استروجين عشان يحموا عظمهم حصل لهم كانسر بريستو وكانسر اندوميتريا، مصيبه سودا. قال لك اوبا بقى، لو اطلع دواء، الدواء ده يبقى عليه مستوى، فاهمين؟ يعني يبقى افريز اندالوز على العظم يشتغل كانه استروجين.
وعلى الاندوميتريوم والبون يشتغل كانه انتي استروجين، يعني يشتغل ميكس ادجنس لاندروجين، يعني دواء ثنائي النيوكلياس كده، دواء ثنائي النيوكلياس. فاهم حاجه مرقط يعني الكلام ده؟ انا مش هاجي اخر السنه اشرحه عليه انا مش هنتكلم قلنا من الاولاني قلنا عليها من الاولاني، يعني الدواء فكان بيشتغل ادجنس وكان بيشتغل بلوكر، عشان هو عباره عن اثنين مولكيول كده، والمولكيول بيشتغل كانه ادجنس والمولكيول كانه بلوكر. ده احنا خدنا 600 واحد كده في الماده من قبل بيدولول والحاجات دي، ده كلام الجنرال اول سنه خالص. يبقى احنا قلنا ادجنس انتاجنس اللي بنسميه بارشل ادجنس في اماكن بيشتغل في ادجنس وفي اماكن كبلوكر معايا. طلعوا عينه من الادويه اسمها السيمي، انا الصم بقى ده اللي يتذكر عندك مش عايز الا كده، يعني شايفين الاستروجين اللي تحته ما تذاكرليش الا النقطه بتاعت السيمي ده. يعني ايه سيمي؟ سيلكتيف استروجين ريسبتور موديوليتور. انت شايف هو ما قدرش يستخدم كلمة أجنس ولا يستخدم كلمة أنتاجونس، أصله بيلعب كده وبيلعب كده، فراحوا مسمينه إيه؟ موديوليت. موديوليت هتلاقي مكتوب في آخر سطر عندك تحت أجنس أنتاجونس، هتلاقي مكتوب عليك في آخر السطر اللي تحت إن هو أجنس أنتاجونس. فاهمين؟ بيشتغل أجنس لفين؟ يعني بيشتغل كأنه استروجين فين؟ على البوم. وبيشتغل أنتي استروجين فين؟ على اليوتراس. وإيه؟ فاهمين حاجة؟ رادوكسيفين يحفظ صمت، رادوكسيفين يحفظ صمت. طبعا ده بقى بيدوه في الستات العواجيز في علاج الاوستيو روفت، وبنديه احنا في الاورام في الكانسر بس لانه بيقفل الاستروجين. فاهمين حاجه؟ بس انا بديك واحد اخوه يعني اخوه تاموكسيفين، تاموكسيفين اللي هو شرح الرادوكسيفين ده كده معايا ولا ايه؟ يبقى انا بقول لك احنا يا دكاتره الحاجات دي بتتاخد بروفلاكتيك بيز، يعني قصدي لو عاوز تدي الحاجات للست عجوزه عشان حكايه الهشاشه احنا بنديها لها اون بروفيلاكتيك بيزس مش كعلاج. غالبا في العلاج بتحتاج حاجات اشد، هو ينفع في العلاج بس احنا بنديها كوقايه، وارث ان الست حصل لها من بوز ابدا لها رامكسيفين. فاهمين؟ وقايه وقايه من الهشاشه معايا ولا ايه؟ صلى على النبي، علم بس على اللي بقوله. تمام؟ طب ايه اللي بيصدر؟ بيسفوسفونين شايفينه؟ طبعا الكلام برضه يعني مشكله الكتاب ما بيتفكش قوي على الكلام ده. دخلنا بقى في الامبوله ام 1500 و1600 وسيبك من التهريب بتاع الكتاب اللي بيقول لك اصلا ما بتمصش اورال فبنعمل مش عارف ما بتاخدش اورال اصلا. ده امبول الزوميتا ده تخريب الكتاب ده متخلف. كاتب لك الوجه بتاخده ازاي؟ اصلا ما بتمصش حلو، طب نعمل ايه؟ تاخده على معده فاضيه وتاخده وتقف نص ساعه، طب تعمل كده. يا ربنا كان في شيء قصدك؟ والله كان في طريقة. هتلاقي كاتب لك اصل ما بتبصش حلو اورال، فانا بقى بنديه ايه بقى؟ ناخده على معده فاضيه عشان ما الاكل ما يضايقوش يعني، وتخليه واقف نص ساعه وتترقص له عشان ينزل. يا اختي بجد ده انبول، ده الزوميدا، ده احنا عايشين عليه في اوراق اللي هو الزيرودونيك اسيد، الزوميدا بتاع نوفارتس. فايل قد كده اربعه عامل لي ب 1500 جنيه 1600 جنيه الواحد، بتاخد واحد كل شهر، بتاخد واحد في الشهر. طب ده حكايه كل الزوميدا ده يعني اللي هو زوليدونيك اسيد، زوليدونيك اسيد طبعا هم كتير البستوسونات دول، زوليدرونيك والكيتيدرونيك والباليدرونيك و500 حاجه، بس اشهرهم الزوليدرونيك دول، يعني اشهرهم زوليدرونيك اسيد ده. طب ده حكايته ايه؟ عايزك تقرا لي بس الميكانيزم والاستعمالات، يعني تسيبك من اول اربع سطور دول وتبدا لي من اول ميكانيزم اوف اكشن. يا دكتور يا دكتور، الزوميدا ده ببساطه بيعمل الان صليبين على النبي، انتوا عارفين مين اللي بيدي العظم؟ اوستيو بلس. ومين اللي بيكسره؟ هو من الاخر بيعمل انهبيشن عنيف للاوستيو بلس، بيعمل انهبيشن عنيف للاوستيو بلس. عايز اقول لك على حاجه، خدت انت في الباثولوجي في الترم الاولاني اشهر اماكن انتشار السرطانات ايه؟ ملانيزس ليبنب ليفر بون لان برين، يعني السرطانات بتحب العظم مش كده؟ طب بص، واحده عندها سرطان ثدي مثلا، يبقى ده كانسر اهو، سرطان ثدي انباعت عن اي كانسر؟ انباعت في البون عند الوليه مع البون ميتاستيزس. عارف يعني ايه البون ميتاستيزس؟ يعني نسيج من البريست، نسيج من البريست المالجنت، نسيج من البريست لو خدت منه عينه مش هيطلع بون هيطلع بريست، نسيج من البريست بيروح يقعد هنا، بس علشان يقعد لازم يوجد لنفسه مكان مش كده؟ فعشان يوجد لنفسه مكان بيقعد يسيح، يسيح طبعا اللي بيسيح الاوستيوكلاست لحد ما يغزو، يغزو العظم ويعمل حتت كده مش كده؟ طبعا العظم بقى مهري حتت هشه
السبب الايه؟ الاكلان ده. طب بقول لك ايه؟ هو العظم اللي اتاكل ده مش كان جلسم؟ راح فين؟ راح الدم طبعا. وبالتالي مع الحالات دي بتلاقي الكالسيوم في الدم ايه؟ مش ده منطق؟ كل حالات البون ميتاستيزس تلاقي العظم مهري والكالسيوم في الدم عالي. فاهمين يا ابني ولا ايه؟ اروح انا مدي عم الناس الزوميتا، اروح داخل بالزوميتا بقى، الزوميتا بيشقلب ده كله. فاهمين حاجه؟ فاهمين؟ يعني يسحب الكالسيوم من الدم ويحطه تاني، ويحطه تاني في الحتت دي، يسحب الكالسيوم ويرجعه العظم تاني، وبالتالي يصلح العظم ويصلح الهايبر كالسيلي. وقلت لك هيمنع التكسير لانه بيوقف الاوستيوكلاست. هتقول لي صلاه على النبي، طب انت زنقني ليه في الاوراق؟ ما ينفعش في اي ست تانيه عندها اوستيوبروسس؟ اه ينفع. فاهم قصدي ايه؟ وهيعمل نفس الكلام، هيبني العظم بتاعها، وان كان بندي بقى انبول كل ست شهور. يعني في الاورام بندي انبول شهريه، في اللي عندها اوستيوبروسس بلاين ده بيتاخد مره كل ست شهور. طب وقفوا شويه، ده مش قصتنا، منجز الكلام اكتب جنب الانديكيشن زي الكالسيتونين. فاكرينه؟ فاكرين الكالسيتونين؟ اللي كان بيعمل ايه؟ نفس الكلام، نفس الكلام. مش الكالسيتونين كان بيسحب الكالسيوم من الدم يحطه في العظم، فكان بيعالج الاوستيوبروسس والباجي ديزيز والايه؟ والهايبر كالسيمي. فده نفس الكلام يا طبعا. الدكاتره فاهمين ان شتان في الطور، شتان في الطور بين الكالسيتونين وبين ده. ده كالسيتونين في 1000 عنيف. فاهمين الكلام؟ بس بيقولوا وان كان عمرنا ما شفناه ان الهاي دوز منه، الهاي دوز بتعمل اوستيونكروسس اوف ذا جوينت. فاهمين؟ يعني الاوفر دوز منه بتعمل نكروسس في العظم بالذات في الجو. بيقال انها ايدوسينكراسي عمرنا ما شفناها. يعني دي حاجه مش طبيعيه. اللي يحصل فيه كده العيب مش في الزوميتا، العيب في مين؟ في البني ادم. انا بقول لك بيجي بقى لنا 14 سنه وفي الاورام من ساعه ما مش حد حصل له كده. وبعدين ما حدش بياخد اوفر دوز ده ولا بيقول ده ليه اصلا. فاهمين الكلام؟ يعني عايز اقول لك الدواء ده اكستريملي سيف، سيف قوي. سيف جدا. خلاص؟ ده كده. يبقى انا كده قلت لك الزوميتا حكايته ايه؟ بينهبت الاوستيوكلاست فانكشن وبينزل الكالسيوم في العظم، يبقى استعمالاته زي الكالسيتونين الناس اللي هناك. فاهمين؟ خلاص كده؟ اكتب جنبه دواء كده كام سايزايد اشطبه. احنا خدناه تاني الاولاني. السايزايد ما بيعالج الكالسيوم احنا عارفين، شكرا يعني. انما اكتب جنبه كده دواء اسمه ميزرامايسن. 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 شايفينه؟ ام اي تي اتش ار اي ام مايسن، مايسن. ميزرا مايسن. خلاص؟ واكتب جنبه بين قوسين بلايكا مايسن. الاثنين اسامي علميه. ميزرا مايسن او بلايكا مايسن. بيعشقوه في الام سي كيو بلايكا مايسن ده. كتبت الاسم؟ اكتب جنبه زي الكالسيتونين بس خلاص. يعني لما يجي لك في الام سي كيو بلايكا مايسن كانك بتذاكر الكالسيتونين. نفس الميكانيزم نفس الاستعمالات. وقلت لك انا عايز استعمالات بس. فاهمين يا ابني؟ طب اخيرا الفلورايد، عارفين الفلورايد؟ غسلت اسنانك بسجلتون النهارده؟ مش كل المعادين السنان، يقول لك معدون السنان مقوى بالفلورايد. يعني منقص الكلام الفلورايد حتى الان استعماله الاساسي في ايه؟ في الدنتال كيرز. بيقوى العظم. علم على كلمه دنتال كيرز بس. علم على دنتال كيرز بتاع التسوس معايا؟ زود تحت كده ان بي تحته تحت. الناس طبعا استغلت الفكره، قالت لك ما دام هو بيثبت كريستالات العظم، ما دام بيثبت كريستالات العظم في السنان، يعني لا مؤاخذه ليه كرامه السنان على العظم؟ مش له عظم. قال لك طب ما نستغله في علاج الاوستيوبروسس وكده. خمسه انا دي معقول الاوستيوبروسس؟ قال لك لا، بدي حبايه بتحط اليوم كله. بيسموها سلو ريليس فلورايد، اكتب بقى ان بي سلو ريليز فلورايد. مش انا معلمك قبل كده اي حبايه مكتوب جنبها استقار؟ استقار يعني سلو او سستيند ريليز. يبقى اكتب سلو ريليز فلورايد دي بتقوي العظم. فاكتب شد سهم كده وقول ان تريتمنت اوف اوستيوبروسس. ان تريتمنت اوف اوستيوبروسس. كلام صعب معايا؟ صلى على النبي. يبقى اللي انا قلته بقى لما اقول لك ايه علاج الهايبر كالسيمي. هايبر كالسيميا. التجميعات دي مهمه بقى. لا ده التجميعات. اول حاجه علاج الهايبر كالسيميا. انا عايز تريتمنت. اسبابه كام بفضل. ايه بقى العلاج بتاع الهايبر كالسيميا يا؟ الكالسيتونين واخواته.
يعني احنا قلنا ايه اللي بيعمل اكسكريشن؟ الترم الاولاني اللازكس فاكرينه اللي هو عكس السايزايت اللي مكتوب عندك سلايم دايوريسيس. حتى كنت قلت لكم حكايه سلايم دايوريسيس دي لما قلت لك في علاج الهايبر كالسيميا ادي لازكس ومعاه سلايم عشان الصوديوم ما يقلش. انا عاوز مين اللي يقل؟ الكالسيوم. مشكله اللازكس بيقلل الكالسيوم وصوديوم، فعشان الصوديوم ما يقلش ادي كالسيوم ومعاه سلايم، ادي لازكس ومعاه سلايم. فاهمين حاجه؟ صح عشان الكالسيوم بس اللي يقل. طبعا ده كده شويه شوتس كده في يعني النهارده احس كده ايه فلاشز كده. يبقى انا بقول لك ده اول حاجه. رقم 2 قلنا ايه اللي بيعمل اكسكريشن للكالسيوم؟ الكورتيزون. يبقى ادي هايبرو كورتيزون. فاكرين مين اللي كان بيسحب من الدم ويحطه في العظم؟ بالسوسولات الزوميتا. وزود الكالسيتونين، يعني زود على الادويه دي الكالسيتونين. كلام صعب؟ طب معاك بقى، طب معاك. ولسه من شويه قايل لكم حكايه الغسيل هيموداياليسيس. لو الكالسيوم عالي قوي يغسل بقى، يغسل عشان يشيل الكالسيوم ده من الدم. انا عايز الادويه، هيموداياليسيس بلانيه، عايز الادويه. تمام؟ طب العكس يا شباب، هايبو كالسيميا، اللي عنده هايبو كالسيميا اديله غريق السد بما مختار، ان جاله كفان ومحلول، وان جاله نقص كالسيوم اديله. يبقى الهايبو كالسيميا ياخد كالسيوم جلوكونيت كدواء، وياخد الاكل اللي فيه كالسيوم بيض ولبن وانفخه معاك. يبقى انا بقول لك كل حاجه غير كده، ياخد بيض ولبن ومش عارف ايه، حاجه بعيد. المهم يبقى انا بقول لك الدايت بتاعته ياخد دايت ريتش ان كالسيوم، ياخد كالسيوم جلوكونيت. رد عليا يالا، ايه اللي قلنا عليه من شويه بيعلي الكالسيوم في الدم؟ الدماغ اللي كان بيفكر. فيتامين دي، يبقى ياخد فيتامين دي. حبيت الوان الفا، وعرفوا الاسم ده على فكره، وان الفا، وان الفا كالسيدون. اعرفوا الاسم ده عشان يقولكم في امتحان، ده اسم علمي. وان الفا كالسيدول ده فيتامين دي نشط. وان الفا كالسيدول فاهمين يعني ايه؟ هو فيتامين ده عشان يتنشط. هو فيتامين ده كان بيجي منين؟ الاكل. ومن ايه كمان؟ الشمس. الشمس ممكن اسيب كلام. فيتامين ده اللي عندك في الجسم ده مش نشط، ياه فيتامين ده مش نشط. وعشان يتنشط كان لازم يحط عليه مجموعتين هيدروكسيد. فاكرين الاوضاع؟ في الوضع واحد والوضع 25 لازم احط عليه في الوضع واحد وضع 25. يا جدعان اتكلموا. فيتامين ده عشان يتنشط كان محتاج هيدروكسيد في الوضع واحد و25. اللي كان بيحط في الوضع 25 كان الليفر، واللي كان بيحط في الوضع واحد الكدني. عشان كده الناس اللي عندها بينا الفيلير بيبقى عندهم نقص فيتامين دي، نقص تنشيط مش نقص كميه. فاهمين؟ اروح انا بقى مديهم فيتامين د فيه الواحد بتاعه جاهز. فاهمين حاجه؟ يعني فيتامين د وعليه الهيدروكسيد بتاع الواحد جاهز كده، ناقصه ايه؟ ال 25 بس اللي الليفر يحطها. فاهمين حاجه؟ وراحوا مسمين الدواء ده وان الفا كالسيدون، اللي اسمه في الصيدليه وان الفا. التركيز القليل منه الربع ده ب 50 جنيه باين، ده التركيز القليل الربع من الاجرام في ربع في نص معايا ولا ايه؟ تعرف الاسم ده عشان لو جيت في امتحان قال لك وان الفا كالسيدول فيتامين د يا سيدي. وان الفا ده فيتامين د، مش عايز تعرف اكتر من كده، انا غلطان يا بتاعي. وان الفا كالسيدول ده فيتامين د بس. فيتامين د معايا؟ صلي بينا على النبي. اخيرا بقى، وده السؤال اللي لسه جاي بقول لك التجميعه بتاعته في التاجيل السنه اللي فاتت اللي قبلها. قال لك انيوميت الدراجز، انيوميت الدراجز اللي بتتاخد في علاج الاوستيوبوز، ومنشن مش عارف البدلات بتاع واحد منهم. اي حاجه بقى، يلا قول لي يا ابني اكتب كام عنوان كل اللي خدناه في الكلام. كل الجداول، كل الجداول اللي بتتاخد في الاوستيوبوز بدءا من تيري باراتايد، فاكرينه؟ تيري باراتايد اللي كان باراسومون معدل، مرورا بالكالسيتونين، فيتامين د، اسقط تحت السم رالوكسيفين الحمس انتاجونست، انزل تحت الزوميتا، اضرب في جنب اسلحه ستوري ليسكلورايت، وزود الميزرامايسين سلايكامايسين. الميزرامايسين كان كل الجداول، يعني كل الجداول ما عدا الكورتيزون، كل الجداول ما عدا الكورتيزون. خد بالك عايز الكلام تاني، عايز الشرح تاني. قلنا خد اسامي بس والشرح ورا. دكاتره بقول لك ما تفكرش، كل اللي مكتوب في الجدول حطه هنا ادويه. ما عدا الكورتيزون طبعا. الكورتيزون بياكل العظم. اخر حاجه فوت السكس هرمون.
اثنين عليك برضه. هل بس اخر حاجه انت كنتراسيشن هرمونال كنتراسيشن دي اخر حاجه عليك تشتغل هرمونال كنتراسيشن دي كده. يلا طبعا توبيك مهم جدا في الطب وسعيد صح يا دكاتره. واعتقد كتير بتسمعوا عن اقراص منع الحمل ممكن بالذات البنات ايه حضرتك بسالوكم وبتاعكم بقى دكاتره ممكن اللي عارفين ده يتاخد امتى ولا ما يتاخدش امتى ولا امتى الحبايه دي انتوا قضايا. عايز اقول لك عامه ان عمر ما بيجي في الامتحان سؤال عمر ما بيجي يقول لك ايه مزايا اقراص منع الحمل؟ ايه ميكانيزم اقراص منع الحمل؟ طب ايه استعمالات اقراص منع الحمل؟ عمره ما بيجي في الامتحان دايما اسمه اسمه بروفايل في الثلاثين. فانا حرام وحلال منع الحمل حرام الله اعلم بس هما بالنسبه لهم حرام. فانا بقول يا حبيبي يا جماعه السؤال دايما سايد افكت كونتر انديكيشن. طب لو صممت تهديد كوز اوف فيلير اللي هو اهو بقى اهو المهم فمش هيجي لك ابدا يقول لك كل بقى الانواع طب كل المزايا هو هيقول لك ايه المساوئ انا هبدا بالميكانيزم وبعدين اقول الانواع. بس يا دكاتره دي كده خالص اصل انت هتتفاجئ ان السايد ايفكت فيها سايد ايفكت كورتيزون ليس هرمون يعني هي سايد ايفكت كورتيزون بالظبط. صلي على النبي يا اسطى ركز يا حبيبي. عند الست عندها اكس طيب وسلام بيتوتري اوفيريان اكس طيب وسلام بيتوتري اوفيريان اكس يلا قولوا هايبوثالاموس بيطلع اسمه ايه الهرمون بتاعه؟ اف اس اه شي ان ار اتش شي ان ار اتش اللي هو بيطلع البروتين بيز هرمون شي ان ار اتش خالص يروح البيتوتري يطلع منه اف اس اتش و ال اتش اللي هي الجلانوبروتين معاه اللي بيروح الاوفري كالمعتاد يكبر حجمه ويزود ويفرز هرموناته اللي هي الاستروجين مينلي والبروجسترون ويعمل اوفيوليشن ده الزياده. مش ده ملخص الفسيولوجي ان الاف اس اتش ال اتش بينزل على الاوفر يكبر حجمه ويفرز هرموناته ويعمل اوفيوليشن والاوفيوليشن محتاجينه عشان الحمل مش كده؟ صلي على النبي. بص يا دكتور كالمعتاد هذا الاكسس يخضع لقواعد الفيدباك ميكانيزم. طب بص بقى لو جبت الست اديتها من بره بص الرسمه لو الست اديناها من بره اقراص او حقن اقراص او حقن عباره عن استروجين وبروجسترون لو اديتها انا من بره استروجين وبروجسترون بكميه عاليه اللي هيحصل ان ده لما بيعلى بيعمل نيجاتيف فيدباك نيجاتيف فيدباك ما يطلعش في اس اتش ولا ال اتش فاهمين ورا المحصله ما يحصلش اوفيوليشن ما يحصلش اوفيوليشن يعني ما يحصلش حمل فاهمين الفكره؟ طب وإن حصل وإن حصل اوفيوليشن هي ماشيه على الدواء يعني مش ده السيرفكس وده اليوترس مش في ميوكس في السيرفكس هنا اقراص منع الحمل بتخلي الميوكس ده لازق جدا بحيث السبرم ما يقدرش يبنتريت. طب وإن عدى بتعمل تغيرات في البطانه بتاعت الرحم تخلي البطانه غير صالحه للامبلانتيشن يعني بص هي بتوقف الحمل لطبقه مختلفه. يبقى انا بقول لك تاني بتمنع الاوفيوليشن وان حصل السبرم ما يعديش وان عدى يخلي اليوترس غير صالح للامبلانتيشن وخايف. طبعا هنا بقى احتمالات الحمل ايه؟ قليله جدا بس هنشوف دي اسباب الفيلير ان امتى الست تحمل على القرص تاخد القرص وتحمل يسموه ده كوز اوف فيلير معايا؟ صلي بينا على النبي ركز يا ابني فاهمين الميكانيزم ده؟ يبقى لعبت على السيرفكس على الاندوميتريوم والاهم منعت الاوفيوليشن ده الاهم. اسمعوا دي بقى انواع اقراص منع الحمل بتشوفوا كتير يعني في حاجات كتيره موجوده من ايام اللي كان بيجي زمان في الاعلانات ايام ما كانوا بيعملوا تنظيم الاسره ولسه موجود دور من حديد
عارفين مورمينيستا بص معظم الرسمه الحمل الموجوده في الصيدليات بتبقى اسمها سي او سيز. يعني الدكتور طبعا عايز اختصارات. سي او سيز اختصار كومبايند اورال كونتراسيبتيف بيلز. كومبايند اورال كونتراسيبتيف بيلز. والدكاتره بتوع النساء الاولاد يقول لك بتاخد سي او سيز. طبعا انت بتمنعي ده سي او سيز هو اصلا سي او سيز. سي او سيز يعني قص فيه الاثنين في استروجين وفي بروجسترون. وده يستحسن لانك كده بتحاكي الطبيعه برضه. انت بتحاكي الطبيعه لان الاوفري بيطلع الاثنين. معايا ولا ايه؟ بس يمكن انتوا كمعلومات عامه عارفين راس مناع الحمل معظم مشاكلها بتبقى ريليتد للاستروجين. معظم مشاكلها بتبقى ريليتد للاستروجين. تمام؟ صلي على النبي. يعني مثلا كمان شويه هقول لك اللي انت عارفه ان الاستروجين ده هو بيعمل سرطانات. راح سرطان بريست. الاستروجين ده هو ايه علاقه الاستروجين بالبرولاكتين؟ عكسيه بقى. الاستروجين بيسبرس البرولاكتين. فلو جاتك ست لسه والده يا دكتور يا فاشل ست لسه والده بقالها شهرين ثلاثه وبترضع وتقول لك انا عايز انظم الحمل. مش عايز انا يعني عايز انظم الحمل كده؟ يعني عايزين ناجل سنه ولا اثنين. ركز يا عم الحاج. هل تكتب لها وهي بترضع اقراص مني؟ مختل مختل. ليه؟ لان محدش يقول لي في حاجه الرضاعه. طبعا اولا القرص اللي فيه استروجين هيوقف الرضاعه. فتلاقي الست كده بعد اسبوع تقول لك ان صدرها نشف وما عادش كده ابدا وتقلب صناعي. بالنسبه لها مشكله. حد في حاجه اخطر؟ حد برنس في نفسه كده. طب برنس قوي في نفسه بقى. يقول لك انا بص انا بقى برنس بقى. مفيش طبعا حد برنس بقى. اصل ممكن يعمل لك بص انا اصلا ما كنتش هرضع طبيعي، انا كنت هرضع صناعي مش فارقه معايا. قول لها بقى ان لازم لك عشان يحصل لي. ما كده شبه الكورتيزون. حاجه بيبقى احتمالاتها عاليه في الحمل وبعد الولاده. ابريشنز. عالي صوت. ايه اللي بيكون احتماله عالي قوي من كتر القعده في السرير؟ صوم موسوس يا جدعان. يا جدعان الحمل والولاده اصلا بيبقى معاه كميه جلطات في الهبل. يا دكاتره اسمعوا يا سيدي هرمونات الحمل بتبقى مزوده زوج الدم وبيبقى ريسك الجلطات عالي جدا. الدم لازق والوليه قاعده في السرير عشان لسه والده وكمان تروح مديها استروجين بزياده من بره. دي لو ما جاتلهاش جلطه تبقى ست محدش شربها. اصبر خالص والله بكده بجد. دي يا اما يجيلها جلطه يا اما تتطلق. مبقاش فاهم كلامي. يعني سيب نفسك في جنب كده. اكتب في جنب دول نفسك. نفسك في جنب ان السي او سيز حتى اكتب بالعربي حتى ان السي او سيز ممنوعه بعد الولاده. السي او سيز ممنوعه بعد الولاده يعني ممنوع لتنظيم الحمل بعد الولاده. طبعا ده بالنسبه للست دي لازم اكتب لولا لوب فيزيكال يعني ده ليست ما تاخدش هرمونات. عامه بقول لك ليه ممنوع تقول له عشان رقم واحد بيسبريس اللاكتيشن. بيسبريس اللاكتيشن دي حاجه وحشه. اثنين الثرومبوزس ريسك اوف ثرومبوزس خطيره جدا. بص الحته الكتب اللي انا بتسال فيها كتير دي جوه عيلتك وبتاع خليك عارفها عشان حتى لما تتكلم فاهم بدون اي نزعه كده يحس ان انت في منك رضا. تتكلم كلام تخين بقى قوي بالك وايدك في جيبك وتبقى كيميك وبتاع. يا جماعه ده ودانك الطويله دي يعني انت قاعد مع بنت عمك ولا بتاع وتسالك وتقول لك كذا 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 وشايفه ودانك عماله تطفش. لا عارف كوبايه ده انت كلك قاعد بلاقي دينك ده مش شغل بس هتلاقي حاجه لسه فيها كمان. فانت حاسس ممكن السيده يا ربي انصحك لوجه الله وهكذا انتم يعني هو مش عايز حاجه في الطب ده تحسوا بدينهم ده صالح الناس بص يا حبيبي. يبقى انا بقول لك دلوقتي ده اللي هو الايه حكايه الاقراص. طيب قال لك بعد كده طب ما نعمل قال لك بما ان الاستروجين وحش وعلى فكره انتوا عارفين بقى السي او سيز دي اللي هي بتلاقي الشرايين بتروح 20 حبايه. الست بتبدا تاخده من اول يوم بعد انتهاء البريود وبتاخده 21 يوم وتوقفه. بتوقفه خمس ايام او ست ايام ساعه لما بتوقفه البريود بتيجي وتعيد تاني الشهر اللي بعده وهكذا. فاهمين بتقول الحاله ايه؟ يبقى بتاخده من اول يوم بعد انتهاء البريود بعد ما الدم يقف بتاخده 21 يوم. اصلا هو الشرايين 21 حبايه مش اطلاق يعني.
وانس ديلي لحد ما ايه. وفاكرين الحكايه الحبايه دي كان عمرها اصلا مش 24 ساعه بس ايه اللي كان بيخلي عمرها يقعد 24 ساعه؟ فاكرين بكتيريا فلورا اللي هو انزلوا هيماتيك سيركوليشن والتلات دول الاولاني وبالتالي هي كفايه عليها مره واحده في اليوم. متابعين؟ طيب قال لك الاستروجين بيعمل مشاكل، طب انا استخدم حاجات ما فيهاش استروجين. وزي ما عمل السي او سيز في الميلاد زي ما عمل السي او سيز قال لك انا هعمل البي او بيز. زي ما عمل السي او سيز قال لك انا هعمل البي او بيز اللي هي البروجستين اونلي بيلز. بروجستين اونلي بيلز الشهيره بالميني بيلز، الشهيره بالميني بيلز دي فيها ايه؟ بروجسترون بس. هتقول لي قشطه يبقى دي راس منع الحمل. اولا انت كدكتور هتبقى فاهم ان كفائتها اقل من ايه؟ من الكومباير، صح ولا غلط؟ طبعا كفائتها اقل، انت محتاج استروجين كمان. غير ان الاستروجين بينظم لك حاله اليوترس شويه، يعني الاستروجين هو اللي بيمنع خلال ال 21 يوم ان يحصل تنقيط دم او كده. الاستروجين ليه مزايا برضه زي ما ليه عيوب. فانت لما حطيت بروجسترون بس المزايا ايه؟ ان انت مش هيحصل سرطانات، انك مش هتاثر على الرضاعه، انما السايد افكت طول الشهر الستة هتقول لك بينزل عليها دم. سواء النقط اللي بيسموها سبوتنج او تقول لك ده انا بينزل عليها دم مش هنهبله بالظبط اللي بيسموها بريك ثرو بليدنج. الكلام ده هيجي في السايد افكت هبقى انا قلته. يبقى انا بقول لك الحبايه اللي فيها بروجسترون بس عيبها ايه؟ عيب حبايه البروجسترون ايه؟ النزيف. النزيف. طيب الستة تقول لك يا اما سبوتنج تنقيط يا اما نزيف شبه البيريود بنسميها بي اي بي بريك ثرو بليدنج. بريك ثرو بليدنج معايا؟ طب صلي على النبي. الست اللي بتنسى نعمل لها ايه؟ الست اللي بتنسى تقول لك انا الحبايه بتقعد اكتر من ساعه يوم، ما دام ان ريلايبل يبقى اديها الحقن او الحاجات اللي بتقعد ثلاث شهور وفي حاجات جديده بتقعد سنه. الديبو بروفيرا حقنه كده اسمها ديبو بروفيرا والبريزانوف بتيجي تاخد الحقنه مره واحده كل ثلاث شهور الدكتور اللي يديها لك يبقى كده ده امان. فاهم قصدي ايه؟ مش هقول لك انها كفايه الاقراص بس الست بتنسى فيبقى ده اضمن. فاهمين الكلام؟ واخيرا اخيرا الحاجات اللي مش في مصر بقى البوست كويتال فيل. بوست كويتال فيل ده مش في مصر اصلا. لما تكبره كده في سنه ثابته هيديك في النساء توبك اسمه الامرجنسي كونتراسبشن. امرجنسي كونتراسبشن ايه ده؟ هو كونتراسبشن كده واقف من الحمل. لما تبقى الست انبروتكتد لا بتاخد قرص ولا لوب ولا اي حاجه وحصل سيكشوال كونتاكت خلاص كده ممكن كده تحمل خلاص يعني مش وقتها قبل. طب هل في حاجات تتاخد بعد تمنع الحمل؟ اول اهو بوست كويتال بيل. بوست كويتال بيل يعني افتر كويتس افتر سيكشوال انتركورس ده بيبقى استروجين مركز بغباوه. عارفين حبايه السي او سي العاديه؟ حبايه السي او سي ما فيها استروجين. الحبايه دي فيها استروجين في 300 يعني حاجه الدوس في 300 طبعا جرعه فلكيه وبتتاخد حبايه واحده واحده في حبايه واحده. طب ايه بقى لازمه الاستروجين بغباوه كده؟ الاستروجين بيخش اليوترس بالجرعه دي يهد البطاطس. اول ما تاخدها مفيش كام ساعه ولا يوم وتلاقي حصل حاجه شبه المنستويشن. يبقى اذا حتى لو كان حصل امبلانتيشن اليوترس كله بيفضل. فاهمين؟ طب يسموه البوست كويتال بيل صالح للاستخدام لحد خمس ايام بعد السكشوال كونتاكت. مش في مصر الحاجات دي اللي هو البوست كويتال بيل ده فيه استروجين بس. يبقى دكاتره في اقراص فيها الاثنين، في اقراص فيها الاثنين وفي حاجات فيها هرمون واحد. ايه اللي بقى اللي فيه هرمون واحد؟ بوبس دي بروجسترون بس والبوست كويتال بيل استروجين بس. ما تنساش الحقن واللزقات والحاجات اللي بتتزرع في الجلد الامبلانتابول فيها بروجسترون بس تقعد في السنه. الحاجات دي صعبه تستحق بس انتوا عرفتوها حتى لو فاهم ميكانيزم قلناه. السؤال ده اللي بيجي انتوا عارفين سايد افكت زي الكورتيزون. سايد افكت زي الكورتيزون هقول في نص دقيقه انا بعيد الكلام يعني في السريع. طبعا يا دكاتره اخطر مشاكل الكورتيزون على ايه؟ الضغط والدهون صح؟ وبالتالي هي طبعا الحاجات دي بتبقى خطيره قوي بالذات في الناس اللي عرضه اصلا لامراض القلب. الست الكبيره في السن اللي فوق 35 سنه الاوبيز اللي بتدخن مش هي دي الاكثر عرضه لحدوث مشاكل في القلب؟ بيضحكوا ليه؟ ده بص الستات بقى بتدخن دلوقتي مش بتدخن فكده ما بهزرش عشان في المنصوره هنا فبرضه الموضوع مش اوبفيس قوي انما يطلعوا يشوفوا القاهره في اسكندريه بقى الموضوع بقى يعني ما عادش لحم. انا قصدي الكلام بقى ذو صفه دلوقتي ان فعلا هتلاقي ستات جايه لك وانت شغال نسا وتقول لك انا بتدخن
ومعديها 35 سنة وقبيض شوية، ده هي دي أكثر عرضة للحدوث شريان تاج وكلام من ده. أروح أنا مديها استروجين، اسمع يلا اللي بيعمل إيه بقى، بص اقرأ عنه، هايبرتنشن زي الكورتيزون هايبرتنشن، وبيعلي الدهون فيعمل شريان تاجي، وقلنا بيزود احتمال الجلطات. ثاني حاجة بص الكونترا إنديكيشن تحت، بص الكونترا إنديكيشن تحت، يبقى ممنوع في مين؟ في اللي عندها الضغط، في اللي عندها هيستو للجلطات. بص الصفحة الثانية، في الست اللي فوق 35 الأوبيز اللي سموكر، شفتوها؟ أنا باخد من فوق وحط تحت نفس الكلام. طب خد على السي إن إس، على السي إن إس رأس منع الحمل بتعمل مايجرين وبتلعب في المود، وممكن تعمل ستروك سكتة دماغية، بس يبقى الستروك. إذا ممنوعة مين؟ بص تحت، بص تحت، ممنوع في اللي عندها مايجرين، ممنوع في البيت المكتئب الدبريشن، ممنوع في اللي عندها ستروك قبل كده. خلاص معايا؟ طب على الجي اي بي بتعمل ايه؟ بتعمل حصوات في المرار كوليسترول، وبتعمل هيباتايتس كوليستاتيك هيباتايتس، ده غير النوزيا والبوميتنج، يعني ليها مشاكل كتير. اللي فيه شاطر فاهم ان كل السايد افكت دي ريليتد لمين؟ استروج. كل ده هو ريليتد بالاستروج ما عدا واحد بس، معايا؟ طب وبالتالي ممنوع في اللي عنده الحاجات دي. يعني هتلاقي مكتوب عندك ممنوع في اللي عندها حصوات، ممنوع في اللي عندها الكبد، صح ولا ايه؟ طب بعد كده اهم حاجه بقى الاندوكراينال، الاندوكراينال يلا بتعمل ايه في السكر؟ تعالي السكر والدايابيتس، ممنوع في اللي عنده دايابيتس، بتعمل ايه في اللاكتيشن؟ بتوقفه، ممنوع في الست اللي اترضع او حامل، ممنوع. بعد كده بتعمل ايه بقى الحاجه الوحيده اللي مش استروجين؟ اللاينازين، قلنا يا اما سبوتنج يا اما دريبس روت بليدنج، غير ان تقول لك البيريود بتنزل بوضع رهيب ديسمينوريا، ومش اي واحده بنسميها ديسمينوريا. ديسمينوريا دي هو طبيعي ان المنستريشن بتكون بينفل شويه، اقصد البين اللي الست بتحتاج لمسكنات وما تقدرش تعمل الديلي اكتيفيتي بتاعها، ده اسمه ديسمينوريا. يعني بتسال الحاله كده، مثلا لو كانت صغيره بتحكوا ليها ولا لا، لو كانت كبيره بتنزلي شغلك ولا لا، لازم تقول لك لا ومحتاج اخد مسكنات، هو ده اسمه ديسمينوريا. مش مجرد تقول لك وجع، الوجع ده عادي، لان مع المنستريشن بيطلع بروستاجلاندين ودي بتعمل بين. معايا؟ صلي على النبي. كنت قلت لكم الفيلم الاولاني ده بيست لعلاج الوجع ده بتاع المنستريشن، بتتبع حاجه اسمها بونستان، بونستان فورت اللي هو الميثيلاميك اسيد، ده سبيسيفيك على البروستاجلاندين بتاع اليوترس، بونستان. بتاخد كورس ثلاث مرات في اليوم كافر، ده بيست في علاج الديسمينوريا. عند اللزوم يعني بتتكلم من المنستريشن بس، بونستان فورت. صلي بينا على النبي. يبقى احنا كده قلنا، اسمعوا يا كابتن، انا كده قلت السايد افكت بتاعه، اكتب جنب حكايه البليدنج وكده، اكتب جنب البليدنج اللي ما فيهاش استروجين، اللي بيعمل كده اللي ما فيهوش استروجين، البليدنج ده. فاهمين كلام يا دكاتره فوق؟ عامل ايه؟ ليه؟ ليه؟ لسه. اخيرا يا دكاتره هتلاقي مكتوب عندك كمان ان هي بتعمل هيرسوتيزم، يعني جزء من الاستروجين كنا بيتحول اندروجين بالذات الاوبيز، فتلاقي الشعر زاد يحصل لها هيرشوتيزم يعني، ونصف ليبيدو، ليبيدو على الرغبه، يبقى نصف ليبيدو والهيرشوتيزم الحاجات دي كلها ريفرسبل. معايا؟ اوعى تنسى الاخطر هنا، الكانسر ريسكو، الكانسر اندوميتريوم، كل اللي قلته ده كونترا انديكيشن. السؤال الاخير عندك، نص فيلير، انت الست تاخد الحداد وتحمل؟ أول حاجة لو بتاخد معاها أنتيبيوتكس بيموت البكتيريا فلور. رقم اتنين، لو بتاخد الحباية وما بتتمصش، يعني بتاخد الحباية ومعاها زيت بارافين بتاع الإمساك بيمنع امتصاصها. طب لو بتاخد الحباية وبتتكسر، يعني بتاخد الحباية مع إنزيم وزيوت. وعلى فكرة أشهر سبب اللي مش مكتوب، ميسنج ذا بيل، أشهر سبب ميسنج ذا بيل إنها تنسى يوم، يعني اشهر سبب للفيلير ميسنج ذا بيل. خلاص بس يا دكاتره، الحصه اللي جايه هبدا كيموثيرابي، حفر شغلاتات سيرامين. ويا دكاتره اسمع كده ونجد، الناس اللي ماشيه بالكتاب تجيب لي كيموثيرابي متصور، متصور، لان كل صفحه هتكتب لك مكانها صفحه، تحشيشات وعلامات ومش عارف ايه، يعني ده الوحيد اللي ما ينفعش تنتقل بقى كده جنب الكتاب، انا عايز الكتاب يتصور. قلت اهو
انا اشرح دلوقتي هل في اي لغه هنا دلوقتي هنا هو انا اقول اه يبقى جيني روح انت كويس يعني.